تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. آخر صيحة، آخر حاجة ممكن تسمعها هي أنه يكون هناك تزوير في امتحان ديال الأئمة وخطباء ديال المساجد. فضيحة، واش من فضيحة. ففي بيان للرأي العام، كشف الأستاذ إدريسي اللي هو عضو المجلس العلمي المحلي بمدينة خنيفرة عن ما سماها خروقات، وصفها بالكبيرة في اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان اللي تم إجراءها في الدورة الأخيرة بالمجلس العلمي المحلي ديال خنيفرة. وأوضح إدريسي أن هذه الخروقات شملت تغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وبعض الأعضاء، وذلك تحت ضغط من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية. وفي بيان اللي نشروا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استشهد عضو المجلس العلمي المحلي بآيات قرآنية تدعو إلى عدم كتمان الحق. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأشار إلى أن هذه الأمانة العلمية التي عهدت إليه من قبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس تقتضي منه إبلاغ الحقيقة بكل وضوح رغم الضغوطات اللي تعرض لها. وأكد أن هذا التغيير والتزوير اللي حدث في نتائج اختبارات كان نتيجة ضغوط كبيرة مارسها البعض. وأوضح إدريسي أنه استنفذ جميع السبل لإقناع المعنيين بالعدول عن هذه التصرفات غير القانونية، ولكنهم أصروا على موقفهم واستقووا بالجهات النافذة، مما دفعه إلى نشر هذه الوقائع عبر الإعلام من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني. وقال في بيانه: لقد بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عن هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة، حفاظا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس، إلا أن إصرارهم على موقفهم جعلني أخرج بهذا البيان. كما دعا عضو المجلس العلمي المحلي إلى تشكيل لجنة علمية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الخروقات وتقصي الحقائق، مشددا على أنه يمتلك الأدلة القطعية اللي كتدعم الاتهامات دياله. وقال: إنني أؤكد للجميع أنني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية لتثبت صحة ما أقول وتقطع الطريق أمام أي محاولة لإنكار هذه الحقائق. وختم بيانه على الصفحة ديالو في فيسبوك بالقول بآية قرآنية والآيات كتقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال على أن خرقها يعني نجاتها. وصدق الله إذ يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هادو هما الأئمة اللي غيبداو يصليو بالناس، واللي غادي يبداو يخطبوا بالناس، وغيديروا الموعد للناس طالعين بالتزوير. لا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة كحلة، والله إلا مصيبة كحلة. دابا يقدر هادوك اللي كانوا مثلا هما الأولين فحال في القراءة عندو شي صوت حسن منو، ولا حافظ لكتاب الله، ولا آخر ما هواش، ولا داك اللي طلع غادي يدير الخطابة، والله ما بقيتي كتفهم شي حاجة بالله. واش دابا شنو غنخرجو وحدين غيبقاو يقراو في الخطبة ديالهم من الوزارة يقراوها كما هي والسلام عليكم وصافي. الله يلا حشومة وعار بالله، حتى الدين تا هو صليت تزوير وهادشي. نسأل الله السلامة والعافية وحق الله، هادشي راه مصيبة كحلة. وفات السياق ديال هاد الواقعة ديال المجلس العلمي المحلي في خنيفرة، عبر كبير قاشة اللي هو عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة فرع بخنيفرة عن تضامن الجمعية الكامل مع الأستاذ إدريسي في قضية اختبارات التأهيل. واعتبر قاشة أن ما حدث داخل المجلس العلمي المحلي لخنيفرة يشكل خرق كبير لمبادئ العدالة والمساواة، خاصة في مؤسسة من المفترض أن تكون نموذجا في زرع القيم النبيلة في المجتمع. من المفترض أكاريتها وحق الله.
وقال قاشا في واحد تصريح خاص بموقع العمق المغربي: نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتضامن مع إدريسي ونؤيد دعوته لفتح تحقيق شفاف ومستقل في الخروقات. هذه الأفعال لا تقتصر على المساس بمصداقية مؤسسة علمية هامة فحسب، بل تهدد أيضا قيم العدالة والمساواة التي يجب أن تكون حاضرة في جميع المجالات، خصوصا في مؤسسة علمية تهدف إلى نشر القيم وتوعية المجتمع. وأشار قاشا إلى أن الجمعية قد طالب الجهات المختصة في مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. أضاف: إذا كانت هذه الأمور تحدث في مؤسسة تهتم بتربية الأجيال وتعليم القيم الإسلامية، فإنه من الضروري أن تتم معاقبة كل من يساهم في تقويض هذه المبادئ. وفي ختام حديثي، يعتبر كبير قاشا على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع عن كتب هذه القضية، وأنها ستواصل الضغط من أجل ضمان تحقيق النزيه والمستقل وتحقيق العدالة لجميع المعنيين بالأمر. هادشي تا هو فيه التزوير والمحسوبية والزابونية. غدا يطلع عادل، يطلع بالتزوير يبدا يخطب على الناس ويعطيهم الموعظة: وعليكم أن تفعلوا وكذا، وانتوما طالعين بالتزوير كيف كيقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيء اللي غنقوله تا كل مرة كتجيك شي حاجة كتكمل على الباقي، والله العظيم كل حاجة مرة كتجي تصرفك حاجة وتزيدك هذه حتى هي. وحق الله العظيم، قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، بيع الشراء في المجالس العلمية على عينك يا ابن عبد، حتى الدين أصبح لوبي لجهات نافذة. تافين وصلنا صحيبي، حتى الله سبحانه وتعالى ما وقروش هادو، غادي وقروك انت سميتك ويتسولوا علاش ظاهرة زيادة الملحدين والكافرين بالملة والعزوف على المساجد. للأسف الشديد، بعض من نصبوا أنفسهم سفراء الإسلام هم في الحقيقة أندل وأحقر الناس، والإسلام بريء من ممارستهم الخبيثة. دابا تخشت هاد الفقيدة بيدغوروا عليه أنفان كونت ويقولك لا ما كاين والو، ديك الهضرة افتراءات وإهانة مؤسسة وجب توقيرها، وإذا وفي الأخر كاموفلاج ما كاين والو. ولكن السيد راه قال لكم أنا عندي الدلائل والحجج، ما بغاتش لحد الآن هاد القضية ما بغاتش تدخل لي راسي أنا. واحد غيطلع إمام مسجد ولا خطيب جمعة ولا واحد كيدير الموعظة ولا كيأذن، حتى هي فيها الرشوة والمحسوبية والزبونية والتزوير. والله ما بغات تدخل لي راسي هاد القضية، مفهوماش هاد القضية. الله يعطينا وجوهكم هادشي اللي نقولو، الجامع ما وقرتوش، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.